أهلا بحضراتكم، يا ترى إيه رأيكم في عمليات المقاومة سواء حزب الله أو المقاومة في فلسطين اللي بيقوموا بيها ضد إسرائيل؟ معايا خالد من الكويت في أول اتصال. أهلا يا خالد، تفضل. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أستاذ أحمد، كيفك حبيبي؟ شو الحمد لله، الأخبار؟ تسلم. خالد، أنت من غزة يا خالد صح؟ صحيح. تفضل، معاك المايك وتعليقك على المجزرة اللي حصلت امبارح. أنا أول إشي حابب، بس أنت دائما بتحكي من قلبك وأنا حابب أحكي من قلبي. يمكن معرفش أوصل المعلومة اللي بدي أوصلها، بس أنت بداية المقدمة تبعتك انه الناس عايبه على الملف مع المقاومه انها بتتعامل مع ايران وبتتعامل مع الشيعه او طوائف او الكلام هذا كله. انا نفسي افهم بس او اسال سؤال بسيط، هم احنا دول السنه احنا موليين مين اصلا؟ مش موليين امريكا؟ مش موليين الغرب؟ مش موليين الناس اللي هم مش ما لهم مش علاقه بعقيدتنا، اللي هم بيقولوا انه هم استغفر الله لهم اله غير الهتنا اصلا؟ هو احنا ليه جايين على المقاومه وجايين على الناس اللي بتقتل الصهاينه هلا، وبنحكي انه والله هدول ناس، بعض منهم طبعا البعض منهم بيغلطوا بصحابه ولا بيغلطوا بكذا رضي الله عنهم جميعا طبعا، وناسين الدول كلياتها اللي مواليه مش بديش احكي حتى مسيحيين، موليين عبده شيطان. طيب اللي هم بينشروا طيب يا خالد، عشان نطلع من المسألة أو النقطة الطائفية، أنا عايز أفهم، أنت كفلسطيني، يعني اسمح لي، أنت كمواطن فلسطيني ربما ما عشتش في فلسطين أو شفت فلسطين قليلا بحكم أنك اتخذت أرضك واتخذ وطنك ومنعت من الرجوع لي، مين بيمثلك في فلسطين؟ ماذا تمثل لك غزة والمقاومة في غزة وحزب الله والمقاومة في حزب في جنوب لبنان؟ يعني اتمنى اكون اطفر برجلهم الصغيره. المقاومه هي اللي بتمثلني طبعا، واصغر ولد مناضل صابر في 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 فلسطين هو هذا اللي بيمثلني طبعا، ومش محتاجين نحكي بالثوابت. والمقاومه اللي بيعملوه للاسف، وانا نفسي اقول انه فخر الي، هو طبعا فخر الهم وعار علينا احنا اللي مش قادرين نعمل لهم شيء، اللي نفسنا نكون معاهم، نفسنا ولو نساعدهم بطوبة نرميها على الصهاينة وأعداء الأمة. هم مش أعداء فلسطين بس، هم أعداء الأمة كلياتها، هم اللي دمروا العراق وهم اللي دمروا اليمن وهم اللي دمروا لبنان وهم اللي دمروا سوريا، هم اللي دمروا كل الدول العربية، هم اللي انقلبوا على النظام الشرعي في مصر، وهم اللي انقلبوا في كل مكان عمل فيه كان بدهم يقولوا لا إله إلا الله. هم مش أعداء للأقصى بس ولا أعداء لفلسطين بس، هم أعداء لنا، أعداء لنا وإحنا في بيوتنا، أعداء لأولادنا، أعداء لجيلنا للمستقبل اللي جاي. هاي ثوابت يا أستاذ أحمد، هاي نعم. ثوابت. أنا بشكرك يا خالد، بشكرك جدا على اتصالك والكلمات لما بتعبر عن الإنسان وإحساسه بوطنه ومبادئه، وزي ما قال خالد بتطلع من القلب، أكيد بتوصل للقلب. محمود من القاهرة، محمود أهلا بيك. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا يا استاذ محمود. المقاومه واللي بيحصل في فلسطين، ايه رايك في العمليات دي؟ ايه رايك في العمليات اللي بيقوم بيها حزب الله وبتقوم بيها حماس؟ هل هي مقاومه تدافع عن الارض، ولا زي ما البعض بيقول يعني بتودي للمهلكه لان القوى مش متعادله ومش متكافئه؟ والله يا استاذ احمد، اللي يقول ان القوى مش متعادله يبقى غلطان، لان لبنان اثبتت ان هي اقوى من الكيان الصهيوني برجالها، والعراق واليمن تحية لهم جدا. أنا بوجه بس كلمة لجيوش العربية كلها، انتوا فين؟ انتوا فين من اللي بيحصل؟ ستات وبنات غزة ولبنان أرجل منكم، أرجل من الجيوش العربية كلها والله للأسف الشديد. الحرب دي يا أستاذ أحمد عرفتنا مين هي الجيوش اللي صح، الرجالة يعني، ومين اللي خانعين للقناع للكيان الصهيوني، للي مطبعين معاهم، للي عايزين يقضوا على المقاومة الفلسطينية والعراق واليمن، وأي مقاومة، أي كلمة بتقول الحق، أي كلمة بتقول الحق. تحية لبنان واليمن والعراق، مصنع رجال فعلا. للأسف الشديد يا أستاذ أحمد، أنا مقهور والله. المقاومة يا أستاذ أحمد، تسلم على رأيك، وإنك يعني
عبرت عن رايك. اسف اني قلت كده طبعا، بس هي دي الحقيقه للاسف الشديد، للاسف هي دي الحقيقه والله. بتهون يا محمود، بشكرك جدا على اتصالك. شكرا شكرا لله، بشكرك جدا. معايا اتصال. طيب انا عندي، انت عارف لو تجيب لي بس اخر حاجه عندنا، ابو الغيط، احنا عندنا جامعه الدول العربيه على فكره، عندنا جامعه اسمها جامعه الدول العربيه. اه والله الجامعه دي تاسست في الاربعينات، 44 45 ولا 46، عملها مجموعه من الدول، مصر، الاردن، السعوديه، واليمن، ولبنان. الجمهوريه اللبنانيه دوله مؤسسه في جامعه الدول العربيه. فين بقى جامعة الدول العربية مما يحدث للعرب؟ أمجاد يا عرب أمجاد، ومش عارف إيه، وإحنا نعادي من يعادينا، وهي وإحنا بتوع السيف، فين الكلام ده؟ تقريبا أحمد أبو الغيط بدون استخفاف وبدون تريقة خالص، تقريبا كان نايم فصحي من النوم، قالوا له إسرائيل قصفت غزة، قتلت أطفال في المدارس، وقتلت أطفال وحرقتهم في المستشفيات، وبتقصف جنوب لبنان. فأم قايل ربنا يحمي الخليج من التصعيد بين إيران والغرب. الله عليك يا أستاذ، الله عليك يا أستاذ، إيه البلاغة دي؟ عيالك بتموت في غزة وجنوب لبنان، بس غزة وجنوب لبنان ما بيدفعوش، مش دول غنية. فيقوم بقى أحمد أبو الغيط يقول لك ربنا يحمي الخليج من التصعيد بين إيران والغرب. ربنا يحمي الخليج والمغرب العربي والشام وغزة وفلسطين والسودان والصومال وجزر القمة، دي دول عربية يا بيه، ولا بقى العربي هو اللي معاه والعربي اللي ما معهوش ما بناخدش بالنا منه ولا ايه؟ سلامة الشوف يا عم أحمد، صباح الخير. دي جامعة الدول العربية، العربية كل الدول العربية، هم في حاجة تانية بتاعت الخليج العربي، وده مش تنمر، أهل الخليج أهلنا، لحمنا ودمنا، وما نقبلش حد يقرب لهم بأي سوء، زي ما احنا بندافع عن أهل فلسطين ولبنان بندافع عنهم، أصل احنا عرب وأصل الدم العربي واحد. ده حتى يا راجل ما بقوش بيشغلوا الحلم العربي. وعجبي صابر من اسكندرية معايا، أهلا يا أستاذ صابر. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا عم صابر، عامل ايه؟ عامل ايه يا غالي؟ الله يسلمك يا رب. ايه رايك في المقاومه بوضوح كده؟ والله حاجه بس وصلت لغايه مرات انت بتتشفر 20 ثانيه نص دقيقه اللي شعر ولا بيقطعوا عليك. انا ساكت اهو بسمعك، اتفضل. الله يبارك فيك استاذ احمد، معلش سامحني في اللفظ، بس يا استاذ احمد تحيه لاسود غزه. لا انا مسمعش. تحيه لاسود اليمن. تحيه لاسود، ماشي كمل. عرفت واللي بيقول لك زي ما بيقول لك الملثم، ما الملثم انت اسد، اسد والله اسد. تحياتي لك، تحياتي لك، تحياتي لك استاذ احمد. الله يسلمك يا رب، الله يحيي بالك. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يطول عمرك حبيب. طيب يعني اقول لك ايه، الواحد بقى يصعب عليه قوي يا عم صابر لما تلاقي الناس بتطل برقبتها كده ويقول لك انا بدافع عن القدس، انا بدافع عن فلسطين، وانت بتعمل مهرجان والاستاذه يسرى بتقول لك واحنا هنأجل المهرجان لحد امتى؟ ما تفرض دوله تانية حصل فيها حاجه ولا حاجه وبقى دي مشاكل. والله يا راح، والله ان شاء الله النصر قريب، ان شاء الله النصر قريب، النصر قريب، النصر. الله يا عم صابر، انا شاكر جدا وجودك وتنورنا دايما. هنفضل في اسكندريه، معانا احمد من اسكندريه، اهلا يا استاذ احمد. بيبيع ايه يا عم احمد ده؟ يا حاج احمد ما تتكسفش، بتاع ساكسونيا عادي في مصر معاك اهو عادي ولا يهمك. بيبيع ايه؟ حديد قديم ولا ايه؟ ده حديد قديم بقى وكل حاجه قديمه، عندنا دبابات وطيارات كتير قديمه ومصديه، اقول له يطلع على معسكرات الجيش هيلاقي كتير قوي. ابو حميد احمد، بص يا استاذ احمد، اشتغل كتير قوي هناك. نقطه بس عايز اوضح لحضرتك نقطه، النقطه كلها ان احنا كوطن عربي وحكام عرب ما عندناش اراده، ده حاجه. الحاجه الثانيه
الغرب نجحوا واليهود نجحوا في ان هم يبدونا دولة ورا التانية. بدأوا بالعراق، بدأوا بسوريا، بدأوا باليمن. والمشكلة ان اليمن اللي دمر اليمن احنا كشعوب عربية، يعني السعودية، امارات، الخليج، ايا كان. دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا مصر واقفة، يعني مفيش، ما تعمل ايه؟ طيب انت حواليك، انت زي ما انت مثلا بتتعارك في الشارع، انت لو مفيش حد في ظهرك تمام مش هتخش، ما معروفة. هي المشكلة كلها ان كله حاطط على مصر مصر مصر. انا مش فاهم مصر، احنا كمصريين مثلا نعملوا ايه؟ طب العالم دي مثلا العراق، اليمن، لبنان بتاع، راحوا يعني بيروحوا بلاد تانية وبتاع، بيستقبلوهم والدنيا تمام، احنا محدش هيستقبلنا. دي حاجة. الحاجة التانية العقيدة. احمد قبل ما تكمل ممكن ارد عليك، بس معلش خدها من اخوك. يعني انا مش هقول لك، انا ده كلام كان مع صديق امبارح والله، مش هقول لك احنا يعني بتدي سلاح لا، ولا تدي اكل ولا مية. ايه رأيك؟ تمام. خليك ندل. الراجل بيقول لي كده، يا ريت يبقى النظام ندل مع الفلسطينيين وندل مع الاسرائيليين. هل تعلم يا عم احمد ان عندك خمس، اسمعني اسمعني يا حبيبي بس الله يخليك، اسمعني انا مش برد عليك، عندك خمس مواني بس هي اللي عدت عن الامه الاسلاميه كلها يا ريس. ماشي على عيني وراس. لا خلوها يا جماعه، انا حابب اسمع. عندنا خمس مواني في مصر بتودي اكل وشرب ومستلزمات وحاجات للاسرائيليين علشان ممنوعة من البحر الأحمر. الطماطم انت محروم منها المصري وبتجيبها بخمسين جنيه عشان تروح للإسرائيلي. ايه رأيك؟ عندك حاجات كتير تعملها ولا ما عندكش؟ كل ده مضلل. بص يا استاذ احمد، انا اللي عايز اوصله لك العقيدة الحمد لله بتاعت الشعب المصري موجودة. قسما بالله هنروح اسرائيل دي ماشي. عارف ماشي؟ ده اللي حضرتك بقى ممكن ما تعرفوش. لا ممكن لا انت برضه يا ابو حميد مرهق شويه من السياسه، انما احنا مين مرهق؟ احنا كشعب مصر، احنا كان عندنا لجان شعبيه في 25 يناير، لا كان في جيش ولا كان في شرطه، والحمد لله حمينا البلد. طيب بص يا ابو حميد، لا انا مش مرهق خالص، انا ابن البلد، انا ابن البلد وابن حواريها يعني، ما تفكرش يعني. تمام. وانا عندي ثقه في شعبي وفي ناسي وفي اهلي. اوعى تكون متخيل ان الكلام اللي بقوله ده عن مصر، مصر الدوله والشعب. لا، ده عن النظام المتخاذل يا ابو حميد. وفي فرق كبير بين نظام خاين وعميل وبين شعب اصيل اسمه الشعب المصري. فاهمني؟ عميل؟ لا، اللي بيحصل حوالينا ده استاذ احمد، اللي بيحصل حوالينا هو ده وقت السيسي للاسف. انا ما بدافعش عنه خلي بالك، ولا ان انا ليا ميول مع السيسي ولا اي حاجه، بس اللي بيحصل ده 100% السيسي صح في اللي هو بيعمله. لا انا بقول لك 100% السيسي خاين وعميل وركع البلد دي. واليوم ده هو اليوم اللي اتعمل عليه اللي علشانه اتعمل الانقلاب على محمد مرسي، وجاء عبد الفتاح السيسي علشان لما اسرائيل تعوز تعمل اي حاجه في المنطقه مصر تخرس وما بلاش دور. انا بختلف معاك وبشكرك يا احمد على وجودك معايا. محمد من مصر، اهلا بيك. محمد معايا؟ السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد. انا اختلفت مع الاستاذ احمد، وده مش يعني المفروض، ولكن هو بيقول رايي ربما يكون معارض لكتير من الناس في مصر. انت شايف ان السيسي صح دلوقتي في موقفه اللي واخده من اهل غزه ومن اهل جنوب لبنان؟ والله بص يا احمد، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي كان في مشهد لدكتور مرسي، وكان السيسي قاعد وماسك اجنده كده وعمال يكتب، وكان في واحد بيتكلم مع الدكتور مرسي بيقول له ده بيصلي، ده عارف ربنا، ده من زمان وانا عيني عليه. تمام. فدلوقتي السيسي جاي يا باشا بأجندة. الواحد ده كان محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتها. فالسيسي جاي بأجنده. تمام. لما جم الضباط الاحرار انقلبوا على حكم الملك ماشي، ومسك جمال عبد الناصر والسادات والناس اللي قتلت السادات، ودي الراجل السيسي يا باشا اذكى من محمد حسني مبارك. كفايه بس ان هو اول ما مسك دخل لك ابنه المخابرات عشان يفهم البلد ماشيه ازاي، عشان يفهم اسرار البلد، واخد بال حضرتك؟ فهو الراجل ده بيقول لك 2030 و2000 مش عارف ايه، هو الراجل ده عارف اللي فيها، عارف الدنيا ماشيه ازاي. السيسي من فضلك،
السيسي لو غبي كان مشي من زمان. طبعا جاي رئيس مخابرات سابق وعارف دهاليز الدنيا ماشيه. هو استاذ احمد انت شايف اللي هو بيعمله ده صح؟ انت شايف ان هو اللي بيعمله في مواقف مصر كدوله تجاه فلسطين ولبنان ده صح؟ ده كله مخطط استاذ احمد. شكرا ليك استاذ امل من القاهره معايا. اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا رب. هل المقاومة بتقوم بدور مهم ولا بتقوم بمغامرات الشعوب هي اللي بتدفع ثمنها زي ما البعض بيقول؟ المقاومة بدور دول ما قدرتش تعملها، وبدل نقف ورا الدول دي، بدل ورا المقاومة دي، لا احنا بنخزلها، احنا بنضربها في مقتل، لان احنا عندنا حكام عملاء، واخد بال حضرتك؟ فانت حتى انا عايزه اجاوب على السؤال بتاعت عمليات حزب الله ضد اسرائيل ده. أيوة. كيف تراها؟ أيوة. انا عايزه اقول شيء، كيف تراها؟ اراها ايه؟ اراها ايه؟ احنا بنتكلم عشان الناس تقول لك ايه، اصل انتوا هتشيلوا اليهود والامريكان وهتجيبوا مكانهم الفورست، واخد بال حضرتك؟ لا، انا بقول لا، احنا في الوقت دوا احنا بنجتمع على راي، يعني على هدف واحد، واللي هو القضاء على اسرائيل، ثم بعد ذلك. وبعدين احنا بيقول لك المقاومه مش عارف ايه، كل ان يبعث على نياته. انا النهارده لما يبقى كل الدول خذلان استعان بيهودي في دليله للهجره الى مكه الى المدينه، الرسول رهن كده الا وقلبه مطمئن بالايمان. احنا لينا نيه، واخد بال حضرتك؟ احنا لينا نيه، لن نرى الا هؤلاء هم يبسطونا في المقاومه. ها، وللاسف ان الخذلان والضعف والهوان بينبث حتى للمؤمنين بالعمليه دي. طب احنا شايفين الناس بتحقق على الارض، ها، بيعملوا اللي عليهم تحت الارض ومش قادرين عليهم. ها، احنا بنقف احنا فوق الارض، احنا عايزين نبقى احنا تحت الارض، لان احنا لا نستحق غير ان نكون تحت الارض بس ميتين، مش تحت الارض بنقاتل ونناضل، واخد بال حضرتك؟ احنا مهما حصل مر بينا الوقت احنا مع المقاومه، ولو فتحت الحدود لا تشوف اسرائيل دي الدول، اذا كانت الدول النبيه بتعمل بتظاهرات واحنا مش قادرين، وبعدين سمحوا الجامعه الامريكيه ان هي تعمل المظاهره، لو طلع العمال في مصر، لو طلع انما كله متحزم، كله مش عايز يطلع مظاهرات، علشان المظاهرات ما تتوجهش اتجاه اخر، اتجاه اخر هو ما هو مش عايزه، واخد بال حضرتك؟ فاحنا على طول حزب الله احنا لينا هدف واحد، كل واحد يبعث بنيته، احنا بنقاتل. نعم. من اجل مين؟ خد بالك من حضرتك من حكايه النيه دي في اخر. شكرا ليك يا استاذ امل، بشكرك جدا انك قلتي قناعاتك هنا في الوم كملين وعبرتي عن رايك، واهلا وسهلا بحضرتك دايما. ام شيماء معايا من مصر، اهلا ام شيماء. اهلا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ام شيماء. هل انت مع الكلمه اللي قالها الاستاذ فهمي هويدي؟ ايوه يا استاذ احمد. ايوه، هل انت حضرتك مع الكلمه اللي قالها المفكر فهمي هويدي، اما ان تكون مقاوما او ان تكون صهيونيا؟ بص انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اللي حصل في غزه دوت وحرق الجثث ده نفس اللي حصل في رابعه بالظبط، بس في اختلاف، اللي كان بيحرقنا كانوا ناس مصريين زينا، انما دول بيحرقهم يهود. فاحنا انا دوت كلامي بصراحه، عن اتصلت عشان اقول كده، تقولي المعلومه. بس في الاول وفي الاخر كلها كله قتل وكله حرق جثث وكلها تعدي على حرمات الناس وحياه الناس، ام بيها مصري ولا اسرائيلي، فهو اجرام طبعا. شكرا ليك. اجرام طبعا، اجرام اجرام. المشهد ده اللي حصل في رابعه العدويه. احمد من اسكندريه معايا، اهلا يا استاذ احمد. مساء الخير. مساء النور يا فندم، لو حضرتك تعالي صوتك شويه اكون شاكر. اتفضل. مساء الخير. مساء النور عليك. نتكلم كلام راشنال شويه. دلوقتي احنا كنا كلنا بنتكلم او بعضنا بيتكلم على ان في عالم جديد. دلوقتي خلاص بقى الدول الكبرى ومصر وتركيا وامريكا وكله بيتكلم على العالم الجديد. اللي بيحصل دلوقتي ده اللي هو بيسموه التموضع، البوزيشننج، كل واحد بيتموضع، يعني
كل عنده ظروفه بقى، اللي مصر عايزه تروح الصومال، اسرائيل عايزه تودي المقاومه بعد الليطاني، شمال الليطاني. بغض انا مش بقول انا رايي ايه، انا بقول لك الوضع ايه. لا انا يمين اسمع راي حضرتك. عايزه ما انا هقول لك رايي، تعمل توازن استراتيجي مع ايران واللي معاها واسرائيل واللي معاها. ايا كانت من سمات هذا العالم الجديد حاجتين في منتهى الخطوره احنا بنغلطهم كمصريين، في منتهى الخطوره، ثقافه التمني وثقافه الانكار. لو طول ما احنا عايشين في ثقافه التمني وثقافه الانكار، يعني هنخسر الجلد والسقف زي ما بيقولوا. ان احنا نتمنى يحصل كذا وننكر ان حصل كذا، طب لغايه امتى؟ لغايه الساعه كام يعني؟ لان هداس علينا بابور زلط يعني. فاكر بابور الزلط حضرته؟ يعني انا اكبر منك شويه. شفته في الافلام. بابور زلط. بابور زلط كده يسفلت الناس. والناس لما تسفلت تقول لك طب احنا استفلتنا ليه؟ ما هو عشان انت قاعد في عايش ثقافه الانكار وثقافه، يعني مثلا انت في حاجتين في منتهى الغرابه. يقول لك اصل القسام قطع اسرائيل. طيب ماشي، والقسام عايز توقف الحرب لان اسرائيل مبهدلاها. الله، هو انهي واحد فيهم؟ يعني هو مقطعهم ولا يعني الخطاب الاعلامي يعني لغز، او بالنسبه لي بيضحك. هي نفس يعني الفكره، نفس الفكره، فكره ان هو اصل الفلسطيني باع ارضه. يعني هو عايز يقنعك بده، عايز الواقع، مع ان الواقع حاجه مختلفه. مفيش حد باع ارضه، مفيش حد باع عرضه، ده كلام فارغ. لا، الناس خدتها بالعافيه، ما حدش باع عرضه. مفهوم. يعني انا براجماتي متعفن، يعني بكلمك بجد، ما باعوش عرضهم بالعافيه. طيب انا بقى لو واحد ضدي بالعافيه لازم اخطط له عشان ما اخسرش جلد وساق، ما بقاش مختل يعني. انت فاهم؟ لان العالم الجديد من سماته ما فيش سلاح بره دوله. الدوله. حتى الحرس الثوري الايراني، وافتكر الكلمه دي، لان طبعا الناس اللي بيكلموك دول مش هيعرفوا الكلام ده ولا يفهموه. والله العظيم يعني بدون تنمر يا استاذ احمد، بعد اذن حضرتك، يعني مع احترامي لحضرتك وللناس كلها. لا ما فيش شتم، ما فيش تنمر، دي ناس غلابه. اللي هو الو يا اسمح ازيك كده وازاي يا ابو عبد الله يا استاذ احمد. لا يعني انا ما بقبلش الاسلوب ده. انا بحترم كل الناس اللي بتكلمني على كافه المستويات الاجتماعيه والثقافيه. احنا هنا صوت الناس، وناسنا فيهم كده وفيهم كده يا استاذ احمد. يعني فوقيه المعلومه دي او التعليم انا ما بحبهاش بعد اذن حضرتك، يعني مش مقبوله ومش مرحب بيها. اتفضل يا فندم. كله عموما كل السلاح اللي بره الدوله انكلو منهم الحرس الثوري هينتهي وسريعا، وده الديل اللي بيعملوه دلوقتي بالمناسبه. طيب انا هشكر حضرتك واقول لك ان الواقعيه اللي حضرتك اتكلمت عنها او اللوجيك اللي هي الحاجات المنطقيه مش دايما بتحصل ومش دايما بتتحقق. واذا كان على المنطقيه فاسرائيل كان ليها اهداف وكانت شايفه ان دي منطقيه من سنين وما قدرتش تحققها بفعل مقاومه، بفعل رفض شعبي. يعني المجانين يستطيعون ان يغيروا العالم يا استاذ احمد، وهنشوف الايام اللي جايه مع بعض. وسعيد بوجودك، مع احترامي لحضرتك واحترامي لكل المتصلين بكافه توجهاتهم الثقافيه والفكريه واسلوبهم في التعبير، سواء كان يعني متعلم قوي ولا كان بسيط وبيقول يا ابو عبد الله. وانا بحب الناس تقول يا ابو عبد الله بالمناسبه، واحنا كمان منطقيين وعقلانيين وبنتكلم راشنال، بس احنا عندنا المساحه بتاعت الافعال الغير متوقعه اللي هي خارج الصندوق، يعني زي اللي عملوه في 7 اكتوبر مثلا وهكذا. عندنا ريمون من امريكا. استاذ ريمون اهلا بيك. طيب للاسف فقدنا الاتصال. ابو عبد الرحمن من اسبانيا. اخي ابو عبد الله. عبد الله اهلا يا ابو عبد الرحمن. لا باس. كيف الحال اخي احمد؟ الله يخليك. الحمد لله، بارك الله فيكم. اهلا وسهلا. تحياتي لك ولقناتك المحترمه. تسلم والله. وصراحه تسلم، ربنا يخليك. النهارده اسبانيا وايرلندا وفرنسا بتاخد مواقف تجاه اسرائيل، يعني ما كناش بنشوف المواقف دي فيما
سبق يعني فيما قبل، هل تعتقد أن التعامل مع إسرائيل كطفلة مدللة زي ما البعض كان بيوصفها لأوروبا والأمريكا، هل اختلف الموضوع ده دلوقتي؟ أصبح التعامل مختلف من بعض الدول على الأقل؟ نعم أخي أحمد، وأقولها بصراحة، نحن هنا في إسبانيا إن شاء الله في اليوم 19 في هذا الشهر نقوم بمظاهرة إن شاء الله، وستكون مظاهرة يعني نتمنى أن تكون إن شاء الله كبيرة جدا، فالمظاهرة لا تتوقف أكثر منذ انطلاق طوفان الأقصى أخي أحمد في إسبانيا، أكثر من 4100 لا أتذكر العدد مظاهرة يا أخي الكريم، وهذا شيء يثلج قلوبنا. ولا أتحدث يا أخي الكريم أن هذا الطوفان والله لقد أرجع المسألة إلى الأصل، فإخواننا فهم تاج رؤوسنا، تاج رؤوسنا أخي الكريم. يعني أعتذر أخي الأسلوب، يعني إذا كنت أخطأ في التعبير أو أعتذر للمشاهدين ولك أخي أحمد، فيعني أنا تعليمي بسيط جدا وللشرف أن أتكلم معكم. يا فندم يعني إحنا اللي بنتشرف بأصوات حضراتكم وبأراء حضراتكم وباتصالاتكم، كلكم على رأسنا وكلكم مقدرين، وإحنا بنعتز بيكم كلكم وبنعتز بيكم والله جدا. يا أخي أحمد، والله يا أخي أحمد، مقاومة والطوفان الأقصى يعني رجعنا للأصل ديالنا، رجعنا رغم أننا مقلة ولكن هم تاج رؤوسنا، ونحن والله شرف لنا أن نكون في هذا الزمان ونعاصر هذا الطوفان، وإن شاء الله عز وجل سيمكن لهم الله عز وجل بدعوات الصالحين وبدعوات الخيرين من هذه الأمة. أشكرك أبو عبد الرحمن، وتحية للعيلة ديالك، وتحية لأهلنا والجاليات العربية اللي موجودة في إسبانيا، والأصلك والوطنك الأم المغرب الحبيب طبعا. شكرا لك على وجودك معنا. معنا محمود من القاهرة. أستاذ محمود أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. عامل إيه يا محمود؟ شاركت من والله تمام، أنا شاركت من شوية، بس في واحد اسمه أحمد قال لك اللي هو حضرتك رديت عليه قلت له الحديد بكام أو الحديد القديم بكام، افتكرته؟ فأنا بعقب على كلامه لقيته بيقول كلام غلط، قال إن مصر فيها رجالة تقدر تمشي وتجري لإسرائيل وتحارب هناك. الرجالة اللي بيتكلم عليهم دولت يا محبوسين يا عدمهم يا مهجرين بره، يعني سافروا بره مصر. الرجاله اللي بيتكلم عليهم دول ايام محمد مرسي الله يرحمه، شهيد محمد مرسي، اللي قال نحن فداء غزه قلوبنا تتوق ايه لبيت المقدس، تمام؟ هم دول الرجاله. اما اللي موجودين دلوقتي نسوان، وانا منهم، مش هقول لك يعني انا لا، عشان انا ما بتكلمش وما اقدرش اتكلم عشان ما اتحبس، انا منهم والله يا زحمه، ده تعقيبا على كلامه بس. طيب بشكرك جدا استاذ محمود، تحياتي ليك. عندنا عواجل يا جماعه، تحديثات الجبهة الداخلية في إسرائيل بتقول لك إيه، صفارات الإنذار بتطلق الآن في 182 مدينة وبلدة وسط وشمال إسرائيل. قناة 12 الإسرائيلية بتقول لك طائرة العال، هي الطيران الإسرائيلي يعني، كانت بتستعد للهبوط بمطار بن غوريون وتبعت التحليق حتى البحر الميت، ليه؟ خوفا من الصواريخ. وسائل إعلام إسرائيلية بتقول لك تم وقف حركة الملاحة الجوية في عموم مطار بن غوريون، ده بفعل المقاومة. افتكر أبو عبيدة لما كان بيقول تقفوا على رجل ونص، لو انتوا فاكرين. إذاعة الجيش الإسرائيلي بتقول لك أكثر من 2 مليون إسرائيلي جريوا على الملاجئ. طب وعليك بإيه يا ابني؟ عليك بإيه؟ تيت اجري على الملجأ، تيت اطلع الملجأ، ايه اجري، ايه يا عم الحياه دي؟ يعني اعتقد الحياه في فرنسا وفي المانيا وفي ليتوانيا وفي ايرلندا وفي امريكا وفي النمسا تكون افضل من كده. مفيش تيت اجري يا شولح، ايه اطلع يا شولح، ايه خد يا شولح العيال معاك واجري يا شولح، ايه ده؟ انا لو منك يا شولح لا 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 ما يرضينيش الحياه دي، ما تنفعنيش خالص. ولا ايه يا ابو احمد؟ ابو احمد من المنيا معايا، ايه رايك في الكلام ده؟ ألو أحمد، السلام عليكم. أمين، عليكم الصحة وبركاته. أمين، قول لي إيه رأيك؟ طيب البدأ 2 مليون دلوقتي في الملاجئ، طب دي عيشة؟
أية ما ربنا قالها لنا من 1400 سنة يقاتلونكم من وراء جدار. طب حتى الملحمة الكبرى هيقاتلونا برضو، حتى الحجر والشجر هيقول لك دول مستخبين ورانا. هم جبنا. وأصدق كلام اللي قاله أبو عبيدة اللي هو في ميدان المعركة، اللي هو عارفهم قال لك اللي هم اللي بيرتدوا البامبرز دول بيعملوها على روحهم، وهم اساسا لما بيواجهوا اي واحد من المقاومه. عايزين نبعد بس عن منطقه البامبرز دي يا ابو احمد، الله يخليك، ودينا لمنطقه ارقى شويه. طيب ما فيش اوسخ منهم، ما فيش اوسخ منهم. انا عايز اروح لمنطقه ثانيه يا اخي، انا بتكلم عن نتنياهو اللي ورطهم في الوضع ده. هو ما ورطهمش لان هو عنده عقيده دينيه، لان الحكومه اللي معاها عنده عقيده دينيه. هو اشبه مما يكون الاسرائيليين يا استاذ احمد، هم اشبه مما يكون يعني هم. بس هو انت ايه رايك في العمليه اللي عملها امبارح حزب الله، ووصل لقاعده جويه، لقاعده عسكريه بيتدرب فيها المقاتلين الجدد في لواء جولاني، وده مهم جدا في اسرائيل زي ما انت عارف. طب وان قلت لحضرتك ان حزب الله يغايد دلوقتي لسه ما كشفش عن اسراره يغايد دلوقتي، يعني انت تعرف من اسرار يا عم احمد؟ يا ابو احمد لا انا اعرف ان نصر الله امين نصر الله لما جاب بعض القواعد تحت الارض والصواريخ وقال ان انا مستعد ان انا اضرب تل ابيب في ثانيه. طب اقول لك على الافظع منها، انا اصدق ابو عبيده اللي هو قال لك ان احنا ممكن نضرب 3000 صاروخ في شربة مية، ودي قالها يحيى السنوار. ده كان السنوار ده أسهم من شربة مية، ده كان السنوار وشرب المية كده. وأنا فاكر أنا شفت الفيديو زيك يا أبو أحمد، مش أنت لوحدك يا أبو أحمد، صح كده يا أستاذ أحمد؟ فهي القصة، إحنا ليه مش متحدين على إيقاف إسرائيل باللي بتعمله، أو إن إحنا ممكن نمحو إسرائيل من على وجه الأرض؟ إذا كانت إيران في خلال يوم قدرت إن هي توصل تل أبيب، وجربت إن هي تمحو تل أبيب من على وجود، والحمد لله رب العالمين إخواتنا في المقاومة ربنا ينصرهم، بالنسبة لحزب الله وبالنسبة للمقاومة ربنا يحمي حماس، قادرين إن هم يوصلوا في أبعد مما يتصوروا نتنياهو. طب الدول ليه متخاسرة للدرجة دي؟ طب الشعوب مع دول؟ والله وأقول لك، كنت سألتهم يا أبو أحمد، بشكرك جدا، والكلام اللي قاله ابو احمد ده يا جماعه بيعبر عن رايه وقناعاته. بشكرك جدا يا ابو احمد. وابو علي من الجيزه، اهلا يا ابو علي. ازيك يا استاذ؟ هو ليه الله يخليك يا ابو علي دايما يقول لك ما تعمليش فيها ابو علي؟ يعني ليه عندنا في الثقافه كده؟ انت ابو علي رسمي يعني، انت جاي لنا ابو علي رسمي. لا مش عارف بصراحه. انت منين يا ابو علي؟ من الجيزه قلت. صح، قول لي بقى يا ابو علي، في مقاومه وفي شعب وفي ارض وفي جيوش وفي حرب، هل المقاومة بتقوم بفعل يوازي التضحيات اللي بتقدمها الشعوب؟ بص يا أستاذ أحمد، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هو مش شرط إنها توازي أو توازن القوة، لأن إحنا طبعاً عارفين فرق القوة. لو إحنا هنقيس بالمقاييس الدنيوية طبعاً أمريكا والكيان الصهيوني وكل ده مسابقنا، ولكن يكفي إن هم بيعملوا، يكفي ان حزب الله بيعمل، يكفي ان كل اخواننا في فلسطين او في اي بقعه من بقاع الارض بيعملوا حاجه احسن من اللي طلع هنا في قال يا ابو عبيده جاهد بالسنن والاشكال اللي احنا بنشوفها هنا بتوع امن الدوله دي. لكن احنا فاهمين الفرق يا استاذ احمد. اهم حاجه الانسان يعمل على ارض الواقع، وربنا عز وجل هو اللي بيبارك في حتى لو القوة دي بسيطة. طب ما هي كل الغزوات الإسلامية كان فرق عدد بين المسلمين وبين المشركين، وحتى في العتاد، ولكن ربنا عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن إحنا دلوقتي علشان عندنا نظام مطبع معاهم ومع الصهاينة، فهو مش بيخلينا نعمل ولا احنا ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا كل الأنظمة دي. النظام ده بيعبر عنك يا ابو علي؟ لا يعبر عني وانا صهيوني يا استاذ احمد. لا انا بسالك مين بيعبر عنك؟ يعني لو مش هو بيعبر عنك، مين بيعبر اللي عنك؟ اللي بيعبر عني في يوم من الايام هو كان رئيسنا ربنا يرحمه. الله يرحمه. مين بيعبر عنك دلوقتي؟ احنا انتخبناه. لا اللي بيعبر عني بيعبر عن ابو عبيده، بيعبر عني كل اخ مسلم بيجاهد في الدنيا، حتى لو كان قولوا لك ده مثلا مختلف معانا في هو مثلا شيعي ولا كذا، اللي هم في حزب الله ولا كذا، ولكن دول برضو يكفي من هم بيعملوا. شكرا ليك، بشكرك يا ابو علي دلوقتي. سلم لي على علي وخد بالك منه وربيه كويس، ربنا يبارك لك فيه وفي اخواته. ونروح لعلي بقى من طنطا، يعني جت كده صدفت يعني.
ازيك يا علي؟ السلام عليكم يا عم احمد. عليكم السلام، اخبارك ايه؟ سيجار عامله ايه على حسك؟ تمام الحمد لله. وكوبري ستوده. بس بتكلم بس معلش يا استاذ احمد، الاخ اللي هو الشيء اللي اسمه احمد ده اللي بيقول لا من غير اهانات يعني، انا رديت غبت الناس فبلاش تلاسن على العلاوي. اتفضل. انت ايه انت خريج السربون يعني ولا ايه؟ احنا بنتكلم معاك يا استاذ احمد كصديق كاخ. انتوا على راسي من فوق وانا بتشرف بيكم. الله يخليك. يعني ما مش طريقة دي، انت خريج السربون يعني يا استاذ احمد ولا خريج يا سيدي يعني؟ والسربون والجامعات العاليه والكلمه وكل حاجه، كل واحد ليه قدر من التعليم وقدر من الثقافه وقدر من خطيب الناس على قدر. طيب قول لي بقى يا علاوي، قول لي الله خلق علي، قول لي بس يا علي. نعم. انت ايه رايك في 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 اللي بيحصل؟ ايه رايك في افعال المقاومه وفي مهرجان الرياض وفي مهرجان الأوبرا للغناء العربي والمهرجانات اللي على ودنه دي ما بين العرب يعني الصهاينة والعرب المقاومة؟ النهاردة السيسي طالع يقول لك عرفتوا بقى كنا بنشتري السلاح ليه وبنسلح الجيش والشرطة ليه؟ شوف المنطقة بيحصل ايه فيها. طب انت عملت ايه بالسلاح واللي انت جبته ده؟ عملت ايه يا فرحة؟ اتخذ منك مية النيل، اتخذ منك تران وصلافير، اتخذ منك أبار الغاز، نفعني بايه السلاح اللي دينتنا بيه ده؟ انما المقاومه دي فخر على دماغنا كلها والله العظيم. والمصحف يا استاذ احمد مالك عليه حساب يعني، الواحد بيصعب عليه نفسه. امبارح لما شفت الاطفال اللي يعني انت حزب الله يضربك تروح تضرب الاطفال في الخيام، ده اسلوب حرب؟ ده مش في حاجه اسمها اداب الحرب يعني. انت طب انت بتضرب الناس اللي نايمه في المستشفى في ايه ومسايبين بيتهم ليه؟ دي قدرتك ودي قوتك. حسبي الله ونعم الوكيل يا استاذ احمد والله. طيب عموما يا علي بشكرك، وعلشان نحسم هذا الامر يعني ما فيش مجال ان حد يتكلم ويسخر من حد او يتنمر عليه. ده برنامج اسمه صوت الناس، كل الناس على راسنا، كل الناس اخواتنا وحبايبنا وجيراننا وجدعاننا وعيال البلد، مش هقول لك ولاد البلد، كلنا يعني زي ما بيقول المثل العربي كده كلنا في البحر ماء، كلنا زي بعض. منى من القاهره، ست منى اهلا بيكي. السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. وحضرتك بس انا حابه ارد على الاستاذ اللي كان مع حضرتك اللي بتقول لي يعني انت عاجبك تصرف السيسي دلوقتي، قال لك اه هو هيعمل ايه. أيوه. انا مستغربه الرد جدا جدا جدا، والواحد مغزول من اللي طلع من ميليشيات السودان وبقى يتريق على الجيش بتاعنا ويقول ان احنا عندنا أسرع من الجيش ومسمي الجيش المصري العظيم جيش فوزية. فطبعا السيسي تصرفاته ما تعجبش لا مصري ولا أجنبي ولا أي حد. أنا اللي يعجبني المقاومة ويعجبني حزب الله، وبالنسبة للناحية الدينية بتاعتهم دي حاجة ترجع لله، هو اللي يحاسب كل واحد عليها. لكن أصغر واحد في المقاومة يعني سوري في اللفظ جزمته على رأسنا ونقنع لهم القبعة، وكفاية إن هم الحياة اللي هم عايشينها من جوع وعطش وقتل وحرق. وعموماً المنظر اللي أنا شفته من حضرتك في أول الحلقة فكرني برضو بالحرق المصريين في رابعة. فالسيسي هيهمه إيه من حرق الفلسطينيين لما هو نفسه اللي حرق المصريين؟ وربنا ينصر المقاومة مش عارفة أقول إيه والله أكتر من كده، مش عارفة أقول إيه. أنا ممكن أقول لك، أنا ممكن أقول لك إن أنا اتشرفت بوجودك معانا وسعيد بحضرتك يا أستاذة منى، وأهلا وسهلا بيكي.